وكان سعادة اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام قد عقد مؤتمرا صحفيا حول العملية الأمنية في قرية لدراز، وأكد الحسن أن أهداف العملية تمثلت في إلقاء القبض على عدد من المطلوبين والمحكومين بقضايا إرهابية وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، كما أشار إلى أن القوات الأمنية تصدت لمجموعات إرهابية. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار الجهود المبذولة لحفظ الأمن والنظام العام وإنفاذ القانون، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات المقررة بحق التجمعات المخالفة للقانون بقرية دراز، جاءت العملية الأمنية التي تم تنفيذها أمس للقبض على عدد من الإرهابيين المطلوبين الخطرين والفارين من العدالة، وكذلك لإزالة المخلفات القانونية التي كانت قائمة في الدراز، ومن بينها إغلاق شوارع وتعطيل مصالح الناس من خلال وضع حواجز ومنصات وسط الشارع العام، فضلاً عن رفع شعارات مخالفة للقانون بما يمثل إخلالاً بالأمن العام وتهديداً للسلم الأهلي. وقد أصبحت المنطقة وكراً لتجمع المطلوبين والفارين من العدالة ومصدراً للعديد من المخالفات والتعدي على القانون، حيث شهد هذا التجمع تكرار حوادث اختطاف شباب والتعدي عليهم وضربهم وتعذيبهم، حيث توفي أحدهم نتيجة لذلك بحجة أنهم متعاونون مع الأجهزة الأمنية، فضلاً عن تعرض الدوريات الأمنية أثناء أدائها واجبها بمحيط الدراز لإطلاق نار على مدى أربع مرات، وهو ما يندرج ضمن العمليات الإرهابية التي يجب التصدي لها. وقد بذلت وزارة الداخلية ومنذ بدء هذا التجمع غير القانوني جهوداً كبيرة لإنهائه بشكل سلمي، وكررت هذه المحاولات أكثر من مرة، وقبل حوالي 48 ساعة من العملية تم مطالبة عدد من الشخصيات المؤثرة بالقرية والفعاليات المجتمعية بإقناع المشاركين بفك التجمع وعدم الاستمرار في تجاوز القانون، إلا أنه وفي ظل استمرار الوضع المخالف كان لابد من عمل أمني يحفظ أمن الوطن ويحافظ على السلم الأهلي ويحمي مصالح الناس وفي مقدمتهم أهل المنطقة. وعليه فقد نفذت قوات الشرطة انتشاراً واسعاً وتصدت لمجموعات خارجة عن القانون تمترست خلف سواتر وموانع مصطنعة تسد الطرق والشوارع، وقد تم إنذارها والطلب منها بالتفرق، إلا أنها رفضت الانصياع وبادرت بقذف القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية ومحاولة التعدي على رجال الأمن باستخدام الأسلحة البيضاء والفؤوس من خلال الالتحام مع رجال الأمن، مما أوقع عدداً من الإصابات المختلفة بين رجال الأمن تفاوتت بين البسيطة والبليغة، الأمر الذي استدعى نقل 31 منهم إلى المستشفى، إضافة إلى العديد من الإصابات التي تم علاجها ميدانياً. كما أسفرت أعمال العنف ومواجهة القوات عن إصابة عدد من الخارجين عن القانون، منهم 8 حالات استدعت مراجعة المستشفى، بالإضافة إلى حدوث 5 حالات وفاة جار التحقيق في أسبابها بمعرفة النيابة العامة، والمتوفون هم محمد علي إبراهيم أحمد، محمد كاظم محسن علي ناصر، أحمد جميل أحمد محمد العصفور، محمد أحمد حسن محمد حمدان، وآخر مجهول الهوية وجار التحقق من هويته. هذا وقد تمكنت القوات من القبض على عدد 286 شخصاً من المخالفين، العديد منهم من المطلوبين أمنياً والخطرين والمحكومين بقضايا إرهابية، حيث تم القبض على عدد منهم مختبئين في منزل مدعو عيسى قاسم والكائن بذات المنطقة. وقد ثبت بعد القبض عليهم أنهم متورطون بعدة قضايا، أهمها الهروب من السجن والتوقيف والاعتداء على رجال الأمن والشروع بالقتل وإحداث تفجيرات والانضمام إلى جماعات إرهابية وزراعة قنابل متفجرة وحيازة عبوات ناسفة. وتشير وزارة الداخلية
إلى أنه قد تم إزالة كل ما يعطل مصالح المواطنين ويعيق حركتهم، حيث تم فتح الشوارع وإعادة الوضع إلى طبيعته في إطار العمل على حفظ الأمن العام وحماية السلم الأهلي. وتتواجد الشرطة حالياً للتأكد من تثبيت الوضع الأمني في المنطقة وعدم عودة المخالفات، والتي سيتم التعامل معها مباشرة في حال تكرار وقوعها. تناشد وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين التقيد بالتعليمات والإرشادات التي تستهدف أمنهم وسلامتهم، داعين أولياء الأمور إلى الحرص على سلامة أبنائهم، معربين عن الأسف لوقوع هؤلاء الشباب ضحية لهذه الأعمال والتي يتم التحريض عليها من جهات خارجية ضالعة في الإرهاب ودأبت على التحريض ضد مملكة البحرين وأمنها. ويدفع ثمنها اليوم شباب الوطن بعد التغرير ببعضهم ليسلكوا طريقاً نهايته مأساوية. لذلك يجب أن يكون الشباب على درجة من الوعي وإدراك المخاطر التي تهدد حياتهم ومستقبلهم، ولا بد في هذا الإطار من التقيد بالقانون وإعلاء المصالح العليا للوطن. وتؤكد وزارة الداخلية أنه سيتم التصدي بموجب الضوابط القانونية المقررة لأي تجمعات أو دعوات تحريضية، والمضي قدماً في إنفاذ القانون واتخاذ كل ما من شأنه حفظ أمن الوطن وحماية السلم الأهلي وتوفير السلامة العامة. هذا وتمكنت قوات الشرطة من القبض على 286 شخصاً من المخالفين، والعديد منهم من المطلوبين أمنياً والخطيرين والمحكومين بقضايا إرهابية. وأبرز المحكومين الذين تم القبض عليهم هم المدعو محمد يوسف مرهون العجمي 23 عاماً، عاطل محكوم ب 111 عاماً في قضايا الزرع وتفجير قنبلة محلية الصنع والشروع في قتل رجال الشرطة وإحداث تفجير لغرض إرهابي والتستر على مطلوبين في قضايا جنائية واستخدام زجاجات حارقة بقصد إزهاق أرواح رجال الأمن والتعدي على الدوريات. ثانياً المدعو سلمان عبد النبي إبراهيم 24 عاماً، عاطل محكوم ب60 سنة في قضايا تفجير جسم غريب في كرانة والتعدي على الدوريات وإشعال الحريق عمداً. ثالثاً المدعو السيد رضا علوي مكي حسين 21 عاماً، عاطل محكوم ب20 سنة في قضايا إصابة رجل أمن والتعدي على الدوريات بقصد التخريب والإخلال بالأمن وإشعال حريق في محل صرافة بقصد تفجير إرهابي. رابعاً المدعو أحمد عبد الواحد ميرزا محمد 22 عاماً، عاطل ومحكوم ب13 سنة في قضايا إشعال حريق عمد والتعدي على الدوريات. خامساً المدعو يوسف أحمد عبد الله عيسى العرادي 22 عاماً، عاطل محكوم 9 في قضايا الهروب من التوقيف والاعتداء على رجال أمن والتعدي على الدوريات الأمنية وتضرر سيارتين مدنيتين. سادساً المدعو محمد منصور ميرزا محفوظ 19 عاماً، عاطل محكوم ب8 في قضايا إحراق دورية أمنية وإصابة أحد رجال الأمن والتعدي على الدوريات بالمولوتوف والأسياخ الحديدية. سابعاً المدعو السيد رضا علي محفوظ 27 عاماً، عامل فني محكوم 7 في قضايا اعتداء على الدوريات وإصابة شرطي. ثامناً المدعو حسن جعفر خميس إبراهيم 23 عاماً، سائق محكوم 5 في قضايا التعدي على الدوريات وإشعال حريق جنائي. تاسعاً المدعو أسامة نزار منصور محمد الصغير 19 عاماً، طالب ومحكوم ب3 في قضايا اعتداء على الدوريات بالمولوتوف والأسياخ الحديدية. عاشراً المدعو حسن هاشم السيد جعفر علوي 19 عاماً، طالب ومحكوم 1 في صناعة عبوات قابلة الانفجار وتجمهر وشغب. 11 المدعو محمد عبد الحسن أحمد كاظم المتغوي 18 عاماً، عاطل ومحكوم 7 في قضايا التحريض على كراهية النظام والاعتداء على موظف عام والتجمهر لارتكاب جرائم وإخلال بالأمن. كما تم القبض على عدد من المطلوبين أمنياً والمنظورة قضاياهم أمام المحاكم، ومن أبرزهم حسين علي محسن طاهر 19 عاماً، عاطل ومطلوب في قضايا جرائم تتعلق بالإخلال بالأمن. محمد منصور ميرزا محفوظ 19 عاماً، طالب ومطلوب في قضايا تعدي على الدوريات الأمنية. مهدي حسن عبد المهدي 16 عاماً، طالب ومطلوب في قضايا شغب وإخلال بالأمن.
ميثم محمد عبد الله زهير 19 عاما عاطل ومطلوب في قضايا تعدي على الدوريات الأمنية. حسين عيسى حسن عبد الله 16 عاما طالب مطلوب في قضايا تعدي على الدوريات الأمنية. السيد حسين سلمان عبد الله 21 عاما موظف مطلوب في قضايا تجمهر وتعدي على الدوريات. والسيد علي قاسم محمد 28 عاما عاطل ومطلوب في قضايا تعدي على الدوريات. وعلي حسين إبراهيم 23 عاما عامل ومطلوب في قضية هروب من التوقيف. وعلي عبد الحسين عبد المهدي 18 عاما طالب ومطلوب في قضايا شغب. وعلي محمد كاظم 44 عاما موظف ومطلوب في قضايا جنائية. وعمار ياسر سعيد 17 عاما طالب ومطلوب في قضايا جنائية. ومحمد حسين عبد الله 20 عاما عاطل ومطلوب على ذمة قضية تنظيم إرهابي. وهاشم حسن علي صالح 20 عاما طالب ومطلوب في قضايا إشعال حريق جنائي وتعدي على الدوريات الأمنية. الأطماع الإيرانية في البحرين ليست وليدة اللحظة، بل لها تاريخ متجذر يمتد في ذروته إلى عام قيام ثورة الخميني، والذي أنتج بأفكاره ما يسمى بتصدير الثورة، وذلك إلى المنطقة سعيا لبسط النفوذ الإيراني على الدول العربية. سياسة عدائية قديمة تمتد لأكثر من 150 عاما. التدخلات الإيرانية في الشأن البحريني مرت بمراحل عديدة، وكانت نقطة تحولها الرئيسية في عام 1979، حيث تحولت من الادعاءات الكاذبة إلى التدخل المباشر المبني على الإرهاب، وذلك بعد ثورة الخميني وتأسيس نظام الولي الفقيه وانطلاق مسعى النظام الإيراني إلى تصدير الإرهاب والعبث بالأوطان وظهور ما يسمى بالمقاومة السلمية، والتي خلت من محتوى السلم بل كانت مليئة بمحتوى الإرهاب والتخريب العلني. في نفس العام بدأ العمل الممنهج من قبل نظام طهران اعتمادا على إذكاء الطائفية ونشر مبادئ وإيديولوجيات نظام الولي الفقيه بغية إضعاف وتشطير المجتمع، حيث أنشأ خلايا وعصابات وأحزابا مذهبية. وبعد دعم الإرهاب والشبكات الإرهابية وتبني استراتيجية الحرب الفكرية الإيرانية التي ركزت على خلق جيل ما يسمى بالجيل الثوري، تم إحباط محاولة الانقلاب المسلح عام 1981 والقبض على خلية إرهابية كانت تخطط لقلب نظام الحكم في البحرين. وفي عام 1996 أعلنت المملكة عن الكشف عن تنظيم سري إرهابي باسم حزب الله عمل وخطط بدعم إيراني على قلب نظام الحكم، واعترف المتورطون بتلقيهم تدريبات عسكرية في طهران. هذا ولم تتوقف التدخلات الإيرانية عند هذا الحد، فما شهدته أحداث عام 2011 في المملكة خير شاهد على استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية للمملكة عبر أذرعها الإعلامية وتصريحاتها الرسمية وتحريضها وتمويلها وتسليحها المستمر للجماعات الإرهابية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث تم اعتراض شحنة من 38 عبوة من مادة C4 المتفجرة وقنابل في البحر في ديسمبر عام 2013، وفي اليوم التالي تم اكتشاف كميات من المواد المتفجرة الأخرى في كرانة. أما في يونيو عام 2015 ضبطت سلطات الأمن مواد شديدة الانفجار وأجهزة تفجير ومواد كيميائية وهواتف محمولة في مخزن قرب المنامة. وفي يوليو عام 2015 أحبطت السلطات البحرينية عملية تهريب عن طريق البحر وضبطت 44 كيلوجراما من مادة C4 المتفجرة وثمانية أسلحة أوتوماتيكية من نوع كلاشينكوف وأكثر من 20 مخزنا لطلقات الرشاش وكميات من الطلقات والصواعق. وتم اعتقال بحرينيين اعترفا إنهما وبالتنسيق مع إيرانيين تسلما 4 حقائب في عرض البحر. واعترف أحدهما بتلقي تدريبات عسكرية في إيران في معسكر للحرس الثوري وتلقى تمويلا لتنفيذ عمليات إرهابية. وعليه فالأطماع الإيرانية في البحرين ليست وليدة اللحظة،
بل لها تاريخ متجذر يمتد في ذروته إلى عام قيام ثورة الخميني الذي أنتج بأفكاره ما يسمى بتصدير الثورة إلى المنطقة سعياً لبسط النفوذ الإيراني على الدول العربية، ولكن شعب البحرين عصي على هذه المحاولات الإيرانية السافرة، فوحدة الشعب والتفافه حول قيادته الحكيمة أكبر من المحاولات البائسة لنظام طهران المتكرر للنيل من أمن الوطن واستقراره. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الكويت المحلل السياسي الدكتور عايد المناع. دكتور عايد، بعد التحية، كما ذكر التقرير السابق تاريخ طويل من تدخلات النظام الإيراني السافر في شؤون دول مجلس التعاون بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص، وذلك عبر الأذرع الإعلامية والتدريبات العسكرية والتمويلات المالية. ما هو المطلوب من دول المنطقة لكبح جماح النظام الإيراني؟ يعني أنا أعتقد أن الكل اليوم أصبح يعرف تدخلات إيران وتحريضها العلني على مملكة البحرين، وأيضا تدخلها حقيقة في شؤون دول أخرى في الخليج، سواء عن طريق شبكات التجسس أو عن طريق أيضا الحقيقة التحريض الطائفي مثل ما يحصل في المنطقة الشرقية. يعني هذه الأمور الحقيقة يفترض أن يكون هناك موقف خليجي واضح وحازم في مواجهة هذه المحاولات الإيرانية ورد إيران الحقيقة عن مواصلة هذا الغي وهذا الاستخفاف بهذه المنطقة. نعرف أنه يعني لإيران عواطفها مع فئة معينة، ونعرف أنه هذه الفئة للأسف الشديد أيضا تسير بهذا الاتجاه، لكن لا ينبغي أن يترك الأمر بدون أن يكون هناك حزم جماعي خليجي لردع هذا التدخل الحقيقة الفج وغير العقلاني في شؤون دول مستقلة ذات سيادة وتتعامل مع مواطنيها بالطريقة التي تعجبها. إيران الحقيقة تعلق المشانق للكثيرين، وبالتالي يعني إذا كانت جانب حقوق الإنسان فهي أكثر دولة تنتهك حقوق الإنسان، ولا ينبغي إطلاقا أنه هي تظهر نفسها بعكس ذلك، لأنه شواهد تعلنها سواء في الأهواز أو في مناطق أخرى. ولذلك التدخل بالبحرين فاضح وعلني، ويعني كأنه احتقار لهذه المنطقة واستخفاف في قدراتها. لذلك علينا بالفعل أن نتخذ القرار الخليجي الذي يقول أنه العدوان على أي دولة خليجية هو عدوان على الكل. نعم، من الكويت المحلل السياسي دكتور عايد المناع، شكرا جزيلا لك. النظام الإيراني منذ ثورة الخميني عام 1979 وهو يملك سجلا حافلا من الإرهاب ودعم المتطرفين في أنحاء العالم، حيث شملت العمليات التي تورط فيها نظام طهران تفجيرات واغتيالات واستهداف سفارات وتمويل خلايا إرهابية وحملات إعلامية مضللة. سجل حافل بنشر الفتن والقلاقل والاضطرابات في دول المنطقة بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، كانت بدايته مع قيام ثورة الخميني عام 1979، حيث اعتمدت السياسة الإيرانية على مبدأ تصدير الثورة في انتهاك سافر لسيادة الدول وتدخل في شؤونها الداخلية تحت مسمى نصرة الشعوب المستضعفة والمغلوبة على أمرها كما ذكر في الدستور الإيراني. بداية ملامح الانتهاكات الإيرانية شهدتها لبنان، حيث تم في العام 1982 اختطاف 96 مواطنا وأجنبيا في لبنان، بينهم 25 أمريكيا، فيما يعرف بأزمة الرهائن التي استمرت 10 سنوات. وثبت أن عمليات الخطف قام بها حزب الله والجماعات المدعومة من إيران. وفي عام 1983 تم تفجير السفارة الأمريكية في بيروت من قبل حزب الله، وتسبب بمقتل 63 شخصا في السفارة. وفي العام نفسه قام الإيراني الجنسية إسماعيل عسكري الذي ينتمي للحرس الثوري بتنفيذ عملية انتحارية في بيروت تهدف مقر مشاة البحرية الأمريكية
نجم عنها مقتل 241 وجرح أكثر من 100 من أفراد البحرية والمدنيين الأمريكيين التي وصفتها الصحافة الأمريكية بأكبر عدد يتعرض للقتل خارج ميادين القتال. أما الخليج العربي الذي لطالما تحلى بضبط النفس طوال هذه الفترة واحترام مبادئ حسن الجوار التي تفتقده طهران، فقد تجرع الكثير من تلك الانتهاكات والعمليات الإرهابية. فمن ينسى ما وقع في العام 1985 في محاولة تفجير موكب الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت رحمه الله، والذي نتج عنه مقتل عسكريين وجرحى خليجيين؟ ومن ينسى ما وقع في أطهر بقاع الأرض عام 1986 عندما قامت من تعرف نفسها ويال المفارقة بالجمهورية الإسلامية بتحريض حجاجها للقيام بأعمال شقب في موسم الحج، مما نتج عنه تدافع الحجاج ووفاة 300 شخص؟ وفي عام 1996 تم تفجير أبراج سكنية في الخبر، والذي قام به ما يسمى بحزب الله الحجاز التابع للنظام الإيراني، ونجم عنه مقتل 120 شخصا من بينهم 19 من الجنسية الأمريكية، وتوفير الحماية لمرتكبيه بما فيهم المواطن السعودي أحمد المغسل الذي تم القبض عليه في عام 2015 وهو يحمل جواز سفر إيراني. كما أن سجل إيران حافل بانتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية، حيث تورط النظام الإيراني في العام 2011 في اغتيال الدبلوماسي السعودي حسن القحطاني في مدينة كراتشي. وفي نفس العام أحبطت الولايات المتحدة الأمريكية محاولة اغتيال السفير السعودي، وثبت تورط النظام الإيراني في تلك المحاولة. وكانت بداية تلك الانتهاكات التي ضرب بها النظام الإيراني كافة القوانين والاتفاقات والمعاهدات الدولية عرض الحائط، اقتحام السفارة الأمريكية في العام 1979 واحتجاز منسوبيها لمدة 444 يوماً، تلاها الاعتداء على السفارة السعودية عام 1987 والاعتداء على السفارة الكويتية عام 1987 والاعتداء على السفارة الروسية عام 1988 والاعتداء على دبلوماسي كويتي عام 2007 والاعتداء على السفارة الباكستانية عام 2009 والاعتداء على السفارة البريطانية عام 2011 وآخرها الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية وقنصلياتها في مشهد عام 2016. لم يعد غائبا عن ذهن العلاقات الدولية ما يقوم به النظام الإيراني من انتهاك صارخ لأبجدياتها، وها هي اليوم تتعرى من وعودها الكاذبة الخاطئة وتكشف وجه أطماعها الممنهجة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية الدكتور علي رضا نوري زادة، مدير مركز الدراسات الإيرانية والعربية بلندن. دكتور علي، منذ قيام ثورة الخميني والمنطقة تعاني من إرهاب إيران، فهي تمتلك سجلا حافلا من نشر الفتن والقلاقل والاضطرابات والتفجيرات والاغتيالات في مسعى منها لتصدير ثورتها وبسط نفوذها على المنطقة. ما الذي تريده إيران فعليا عبر تبني هذه السياسات العدائية؟ تحياتي إليك وإلى المشاهدين الأعزاء. بعد قيام الثورة بحوالي 9 أشهر أقيم في تهران أول مؤتمر للمنظمات والحركات ما يسمى بالتحررية، بحيث شارك مندوبي وممثلي أكثر من 30 منظمة وتنظيم ومجموعة ثورية في العالم، والله يرحمه الشهيد خليل الوزير أبو جهاد لما دخل القاعة سأل من هم؟ قالوا هذا يمثل جبهة تحرير البحرين الإسلامية، ولذلك هو ممثل منظمة الثورة الإسلامية بالجزيرة العربية. قال أبو جهاد: أنا لن أشارك في هذا المؤتمر، هؤلاء المجهولين يمثلون أنفسهم. منذ بداية هذا النظام كان يفكر بتسليل الثورة، هو سبب في أن يشن صدام حسين عدوانه ضد إيران. بسببهم حاولوا اغتيال طارق عزيز، حاولوا تسليل صورتهم، حزب الدعوة كان عداتهم كما هو الآن. هذا النظام عنده عقلية توسعية،
ليس هناك اهتمام بالشيعة. تعرفون كم عدد من رجال الدين الشيعة الذين قتلهم النظام؟ سجنوا رجال كبار مثل الراهل آية الله شريد مداري، فرضوا عليه الحصار، الإقامة الجبرية، آية الله منتظري قائم مقام الخميني فرضوا إقامة الجبرية. واليوم رجل دين شيعي مرتبط بإيران يدان لمدة سنة سجن سنة ولكن دون تنفيذ، وهذا قامت القيامة. أو إنما تم إعدام شيخ نمر بالسعودية، وهذا الرجل حاول قتل رجال الشرطة وكان طغائيا، قامت القيامة، اختموا السفارة السعودية. سيدتي، هذا أغلية هذا النظام توسعية، هم يعتبرون أنفسهم ثقل العالم، أطلقوا على طهران أم الغرى. آية الله خامنئي يعتبر نفسه نائبا للمهدي المنتظر، وهو يريد أن يصل إلى مدينة المنورة، ويأتي عبد الملك الهوسي من اليمن يلتقيان وينتظران المهدي الموعود معه. هكذا خرافاتهم وعقليتهم وأدبياتهم وخطابهم. والله لما أرى ما يفعلون بالبحرين، وهذا بلد عزيز علينا، نحن نعتبر بحرين دولة متحذرة، دولة ذات عبارة، دولة في حريات اجتماعية. وأتذكر قبل بضع سنين لما زرت بحرين شفت 18 من الشيعة نواب بالبرلمان. صديقي الدكتور مجيد العلوي كان وزيرا وهو شيعي. العشرات من رجال الشيعة من مفكرين والمثقفين يتولون مناصب رفيعة في الدولة، سفراء، ضباط كبار. وهذا النظام حاول نصب جهود الملك، حاول نصب جهود ولي العهد. وأنا عارف جدا بحرين حاولت، والحكومة البحرينية حاولت وتحاول بكل جهد من أجل إصلاح الشيعة، لكن هؤلاء المخلصون، هؤلاء الذين ذهبوا إلى قوم يتلقوا دروسا دينية وعادوا إلى البحرين إخشائين في التفجيرات وفي صنع القنابل، فهؤلاء الذين لا يسمحون للشيعة للحصول على حقوقهم المشروعة. ليست حكومة البحرينية مغسرة أبدا، رأيت بأم عيوني، رأيت بنفسي، كنت مدعوا في ندوة مهمة جدا بالبحرين، ورأيت بنفسي وتحدثت مع الشيعة، تحدثت مع خصوصا الشاعر، فرأيت بأم عيوني بأن الشيعة يعيشون مرتاح أفضل من إيران، أفضل من شيعة إيران، شيعة بحرين، حياة كريمة. ولكن هذا النظام لا يسمح، وأعتقد بأن السلطات البحرينية بدلا من مواجهة مع أبنائهم يجب مواجهة مع هذا النظام. نعم دكتور علي رضا نوري زاده، مدير مركز الدراسات الإيرانية والعربية بلندن، شكرا جزيلا لك.